حاجة عن أسباب أمراض الرئة. طبعاً أسباب أمراض الرئة أي حد بيكح، لو الكحة استمرت أكتر من شهرين ثلاثة، يعني بعض الكتب 3 أشهر وبعض الكتب 6 أشهر، بنسمي ده أمراض رئة مزمنة، أو ساعات يبقى برونكيال أزمة أو أزمة تنفسية كرونيك مزمنة، أو بتخش بعد كده في انسدادات رئوية. الشيء الغريب إن الإنسان لما بيكح مرة بيسيب علامة في الرئة، يكح تاني دور كحة قعد أسبوعين ثلاثة بيسيب حتة متريفة في الرئة، كل شهرين ثلاثة يكح يسيب علامة، لما تيجي بعد 10-15 سنة تلاقي الرئة كلها إيه؟ كلاكيع كلاكيع. أنت تشوف الرئة كده يعني تتخض وتقول دي أورام ومتستس ولا حاجة، دي حتة متليفة، لأنه كل دور برد كل دور كحة ساب أثر في الرئة. ساعات الناس اللي بتدخن طبعا، والتدخين ده يعني حاجة مش كويسة خالص، الناس اللي بتدخن بتسيب علامات كبيرة في الرئة وبتبقى من أثار النيكوتين وانسدادات في الرئة. طبعا يروح يعمل أشعة على الرئة يقول له ده الرئة كلها سرطان ومتس. عندنا أسباب أمراض الرئة كتير، وده ممكن يعمل لي السد الرئوية أو يعمل لي عجز كلي. السد الرئوية دي بقى عندي COPD أو بنعالها إيه اللي هو انسداد في الرئة. انسداد الرئة ده معناه إيه؟ معناه إنه الممرات التنفسية من كتر الالتهابات بتضيق لغاية لما ما تلاقيش هواء طالع وداخل خالص. حاجة بسيطة قوي يعني. أنا لسه النهاردة بس يعني شفت حالات من الكحة المزمنة بقى لها 10-12 سنة، بيعملوا لها اختبار درن اللي هو اختبار تحاليل البصاق يوم واثنين وثلاثة مفيش درن، يعملوا لها تحاليل مختلفة مش لاقيين نتيجة، يا ترى جاية منين التهابات الرئة دي؟ تعالوا نشوف كده الفيلم اللي معانا ده، الفيلم ده عن تليف الرئة. يا ترى النسيج بتاع الرئة، الفشة، الرئة اللينة، يا ترى ممكن تتحول ازاي الى نسيج متليف؟ طبعا عندنا الدخان والغبار، وعندنا حاجات كتير قوي من رواسب الادخنة والمواد اللي بيقول عليها المسرطنة، زي مثلا لو عنده ريسبيراتو فيلير، يعني عنده فشل في التنفس، عنده هارت فيلير، لانه لو فشلت عضلة القلب ما بتعرفش تدفع الدم للرئة. طيب لو عنده لانج كانسر، عنده سرطان في الرئة، عنده لانج كومبليكيشن، عنده نمونيا حتى التهاب رئوي عمل كومبليكيشن، كل ده ممكن يؤدي الى سدة رئوية. طيب ايه الكوزس؟ ايه الاسباب؟ ايه اسباب التليف الرئوي؟ عندنا ناس بتتعرض للغبار، هو هنا بتفحص العين عشان تشوف الغبار. يعني ايه الغبار اللي بيبوظ العين؟ حتى التكييفات، اسمعني كويس، حتى التكييفات، الهواء البارد بتاع التكييفات اللي ممكن يبوظ العين ممكن يبوظ الرئة. عشان كده بنقول انه في بعض الفصول بيحصل هيجان لحبوب اللقاح بتملى الجو. عندنا السيليكا داست اللي هو التراب، الناس اللي بيشتغلوا في المحاجر، عندنا الكول داست، الناس اللي بيشتغلوا في الفحم، عندنا الاسبستوس، الناس اللي بيشتغلوا مع الرخام والحاجات دي، كل ده بيطلع غبار بيخش على الرئة. الناس اللي بيشتغلوا في شركات السجاير، انا جالي ناس كتير عندها سرطان رئة شغالين في شركات السجاير، من كتر استنشاق النيكوتين بوظ الرئة. ساعات يبقى واحد بيربي طيور ولا حاجة يطلع من عنده برضو البيرد والانيمال دروبك اللي هي بتعمل لها مشاكل في الرئة. في بعض الناس اللي هي عندها غازات الرصاص، بعض النقاشين اللي بيتعرضوا للرصاص، الكلور يا جماعة والله العظيم، الناس اللي بيحط كلور، وساعات واحدة جاية بتقول لي انا حطيت مية نار اسلك البلاعة طلعت شوية ابخرة بوظت الرئة. خلي بالك في ناس الرئة بتبوظ من الايروسولات. ايه الايروسولات؟ اللي هي الحاجات اللي بترش في الجو، معطر الجو، مبيد حشرات، كل ده بيجي في الرئة يبوظها. من فضلك قبل ما ترش حاجة في الجو فكر كويس انك ممكن تعمل حساسية وتليف رئوي للناس. اي حد طبيعي ممكن يتعرض لهذه الابخرة، ممكن تعمل له ضيق نفس. يعني في ناس عندها ضيق نفس مش من الايروسولات، في ناس عندها ضيق نفس من البرفانات، من بعض البرفانات او بعض العطور، بعض العطور بتعمل مشكلة. في بعض الناس عندها مشاكل تانية زي السكليروديرما او المرض بتاع تحول العظام الى، او تحول الغضاريف اللينة الى عظام، تلاقي ناس بقت ايديها عظم وشفايفها جامدة ومناخيرها جامدة، دي بيسموها سكليروديرما. في ناس عندها بوليمايزايتس، عندها التهاب في عضلات الجسم، ومن ضمن التهاب عضلات الجسم تبقى عضلات التنفس. في ناس عندها مشاكل تانية،
كل دي ممكن توصلني الى السد الرئوية او التليف الرئوي. طيب ايه كمان؟ عندي انفكشنز، عندي بعض العدوى، ساعات الدرن المتكرر او السل، ساعات السجاير، ساعات مش السجاير، ساعات الناس اللي قاعدة بتشم الدخان. ايه الاعراض بتاعتها؟ طبعا شورت نوبيز، ولا انا مش قادر اخد نفسي، اجهاد باستمرار، عندي كحة باستمرار، عندي بفقد وزن، وزي ما بقول انا كانسر او تليف رئوي بيديني فقد وزن، في شيز ديسكونفورت اللي هو حاسس انه مش مرتاح ابدا، حاسس دايما بانه مخنوق، ها، وممكن يكون عنده وجع في العضل. كل دي اعراض ممكن اشوفها في امراض الرئه. اهم عرض اللي هو كلابينج، تلاقي ايديه بقت عامله زي الدرام، ايد الطبله، فبيسموها الايه، الدرامستيك. فبنقول انه بنعمل ايه بقى؟ بنعمل تصوير بالاشعه، سواء اشعه مقطعيه او اشعه اكس، حتى ونشوف يا ترى في اجزاء تليفت من الرئه ولا لا. طبعا المفروض ان احنا بناخد العلاج، في كذا علاج دلوقتي اللي هو مثلا اسماء تجاريه مكتوبه قدامكم، احنا مش هنقدر نقول عليها، لكن بعضها بيوسع النفس. احنا بنوسع النفس بالطرق العاديه، لغايه دلوقتي بندي بعض الكورتيزونات، بندي السايوفيلين، بندي حاجات موسعه للنفس ومذيبه للبلغم، وساعات بندي اللي هو الماست ستابيلايزيشن، بندي حاجات زي السنجولير وغيره، كل دون بيحاول يهدي الكحه ويوسع في التليفات الموجوده في الرئه. طبعا لو انا عندي تليف في الرئه بقى وباخد له كورتيزون وبوظ له وعملها شاشه عظام وكده، بقول له ان شاء الله نرجع لك العظام سليمه ونرجع لك الرئه سليمه باذن الله. حاجه عن اسباب امراض الرئه. طبعا اسباب امراض الرئه، اي حد بيكح، لو الكحه استمرت اكتر من شهرين ثلاثه، يعني بعض الكتب 3 اشهر وبعض الكتب 6 اشهر، بنسمي ده امراض رئه مزمنه، او ساعات يبقى برونكيال ازمة او ازمه تنفسيه كرونيك مزمنه، او بتخش بعد كده في انسدادات رئويه. الشيء الغريب ان الانسان لما بيكح مره بيسيب علامه في الرئه، يكح تاني دور كحه قعد اسبوعين ثلاثه بيسيب حته متريفه في الرئه، كل شهرين ثلاثه يكح يسيب علامه. لما تيجي بعد 10 15 سنه تلاقي الرئه كلها ايه، كلاكيع كلاكيع. انت تشوف الرئه كده يعني تتخض وتقول دي اورام ممتاز تسوى ولا حاجه، دي حتت متليفه، لانه كل دور برد، كل دور كحه ساب اثر في الرئه. ساعات الناس اللي بتدخن، طبعا والتدخين ده يعني حاجه مش كويسه خالص، الناس اللي بتدخن بتسيب علامات كبيره في الرئه، وبتبقى من اثار النيكوتين وانسدادات في الرئه. طبعا يروح يعمل اشعه على الرئه يقول له ده الرئه كلها سرطان ومتاسس. عندنا اسباب امراض الرئه كتير، وده ممكن يعمل لي السده الرئويه او يعمل لي عجز كلي. السده الرئويه دي بقى عندي سي او بي دي، او بنقول عليها ايه، اللي هو انسداد في الرئه. انسداد الرئه ده معناه ايه؟ معناه انه الممرات التنفسيه من كتر الالتهابات بتضيق لغايه لما ما تلاقيش هواء طالع وداخل خالص، حاجه بسيطه قوي يعني. انا لسه النهارده بس يعني شفت حالات من الكحه المزمنه بقى لها 10 12 سنه، بيعملوا لها اختبار درن اللي هو اختبار تحاليل البصاق يوم واثنين وثلاثه مفيش درن، يعملوا لها تحاليل مختلفه مش لاقيين نتيجه، يا ترى جايه منين؟